باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر. بسم الله نجهر بدعوتنا، بسم الله نخرج من الظلمات إلى النور. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. الله حمزة. حمزة. باسل ومغوار أنت يا أبا جهل، وكيف لا وأنت تقاتل رجالاً بلا سلاح؟ لأنهم يظاهرون هذا السفيه. ومن أسفه منكم وأنتم تحرمونه حق الكلام؟ محمد مفتر وكذاب. مكة في القرن السابع والعالم مع نور الإسلام على موعد. الله أكبر. بالحق الذي بدأ وحيداً تمضي فئة قليلة تجاهد في الله حق جهاده لتصبح بالإيمان خير أمة أخرجت لناس. فوق الجراح والعذاب والجهل والجاهلية، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أخرجوا من ديارهم بغير حق، فما وهنوا وما استكانوا، واصلوا جهادهم وعادوا مع نصر الله والفتح. الشركة العربية للإنتاج العالمي تقدم، من إنتاج شركة فيلمكو للإنتاج العالمي، الرسالة. بطولة عبد الله غيث حمزة، منى واصل، حمدي غيث أبو سفيان، علي أحمد سالم بلال، محمود سعيد خالد بن الوليد، أحمد مرعي زيد بن حارثة، محمد العربي عمار بن ياسر، حسن الجندي أبو جهل، سناء جميل سمية. محمد messenger of God. Who gave him this authority? من أعطاه هذه السلطة؟ أرسله الله رحمة للعالمين. إننا ندبر الآن أمرا فاتنا من قبل. محمد سوف يقتل. علي ينام مكانه. هذا الفتى يفتديه بنفسه. أي أناس نحارب؟ أول ملحمة فنية عربية تهز وجدان العالم. حمزة أسد الله وأسد رسوله، حصن لا يقتحمه جبابرة مكة. يصرع كبيرهم عتبة عند آبار بدر، ويمضي بالمؤمنين إلى نصر كبير. أضرب! هند بنت عتبة عاصفة تنذر بالويل والثأر الرهيب. بأظافر يا قاطع الرقاب سأقطعك، سأصيدك يا صائد الأسود. عندما تموت سأشرب من دمك. أول فيلم عربي يغزو عواصم العالم ويبهر الملايين، ويقدم إليهم بصدق وأمانة أروع قصة في تاريخ الإنسانية. الصحراء والمعارك، بطولات ورجال، كل الجبروت والطغيان، كل الحق والإيمان. القصة والسيناريو والحوار عبد الحميد جود السحار، توفيق الحكيم، عبد الرحمن الشرقاوي، محمد علي ماهر، بالاشتراك مع هاري كريك. إنتاج وإخراج مصطفى العقاد. الرسالة.